ولد الأمير مصطفى سنة 1515 في مانيسا ليصبح بذلك الابن الثاني للأمير سليمان. والدته هي مهدوران، وقد كان له شقيق على الأقل أكبر منه هو الأمير محمود. كانت طفولته في مانيسا سعيدة بالتأكيد، حيث اهتمت به أمه وجدته حفصة، وأتيحت له فرصة رؤية والديه باستمرار في تلك الفترة. توقف هذا الهدوء في خريف سنة 1520، حيث توفي السلطان سليم الأول، ليذهب والده على الفور إلى إسطنبول ويجلس على العرش العثماني. بعد ذلك التحقت السلطانة عائشة حفصة بولدها، فيما تأخر مصطفى ووالدته ليصلوا بعدها إلى إسطنبول في أوائل سنة 1521، وليستقروا طبعا في القصر القديم باعتباره مكانا لحريم السلطان. تقاسم الأمير الصغير جناحه مع والدته، وكان القصر القديم بالنسبة له مختلفا نوعا ما عن القصر الذي ولد فيه، حيث أصبح يرى مئات الوجوه أمامه في الوقت الذي لم تتجاوز فيه حاشية مانيسا بضع عشرات من الخدم والجواري. وبوصول مصطفى وأمه إلى إسطنبول، كانت محظية والده الجديد هورم حاملا بالفعل، إلا أن هذا طبعا لم يكن يهم مصطفى بشكل خاص، باعتبار أن والده قد أنجب عدة أولاد من نساء مختلفة. وفي أكتوبر سنة 1521، أي بعد ولادة أخيه محمد بفترة قصيرة، اقتحم الوباء القصر وتوفي عدد من إخوة مصطفى، أهمهم طبعا أخويه محمود ومراد، ليصبح بذلك مصطفى هو الولد الأكبر للسلطان سليمان. زادت فرصته في اعتلاء العرش بشكل كبير، ومع ذلك فقد أصبح تفضيل والده لجاريته هورم مهددا واضحا له، باعتبار أن أبنائها قد أصبحوا أكثر قربا منه. وفي الوقت الذي تقاسمت فيه السلطانة هيام رعاية أبنائها مع المربيات، اهتمت مهدوران بابنها بشكل خاص، ولم تدع الفرصة لأية مربية حتى تكون أقرب منها إلى ولدها. كان مصطفى كل فرح مهدوران وسعادتها، ولذلك كانت علاقته بأمه وثيقة جدا. تلقى منها كمية هائلة من الحب والرعاية بمقدار ما تلقاه إخوته مجتمعين من والدتهم هورم وأبيهم سليمان، حيث حاولت مهدوران أن تعوضه عن كل ذلك بسيل جارف من العطف والحنان. كان مصطفى ذكيا جدا عندما كان طفلا، وبصفته أكبر ولد كان بالفعل المفضل لدى الانكشاريين، حيث ذكر السفير براغاديني أنه عندما كان مصطفى في 11 من عمره، تغنى الناس بمواهبه وثقته في نفسه وشعبيته الكبيرة بين الانكشاريين. علق براغاديني أيضا قائلا: يقول الناس أنه إذا عاش هذا الأمير فسوف يجلب شهرة كبيرة إلى البيت العثماني، ويقولون أيضا أنه إذا عاش السلطان طويلا فربما تخلق بعض الفوضى بينهما. تشير هذه الملاحظات طبعا إلى أن الناس قد استشعروا منذ البداية بأن أميرا بكل هذه المواهب ربما قد يشكل خطرا على والده. ومن الأحداث المروية عن طفولة الأمير مصطفى أنه لم يكن على علاقة جيدة مع إبراهيم باشا، حيث كان مصطفى يغار من قرب إبراهيم من والده، وكانت هناك مشاحنات بينهما باعتبار أن الأمير كان يطلب المزيد من الاهتمام من والده، إلا أن إبراهيم باشا تفهم طبيعة الطفل وكان يتصرف معه بعقلانية. تم ختان مصطفى سنة 1530، أي عندما كان في 15 من عمره، وقد كان حفل ختانه الذي جمعه بإخوته محمد وسليم فخما كثيرا، ليصبح مصطفى منذ ذلك الوقت حاضرا حتى يتولى سنجاق. أرسل الأمير مصطفى إلى منصبه الأمير في مانيسا سنة 1533، وقبل مغادرته استقبله والده في لقاء رسمي داخل القصر، وودعه بمراسم رسمية تليق به،